Maku xadaxotta, per sumri xonna, u vedet li xijavar bimun roxa mimxalla, meni Naftali het ridu timinit. أعمال مخلة في منزل نتنياهو، كبير موظفيه يتحرش جنسيا بإحدى العاملات. كشف موقع ماكو الإخباري العبري النقابة عن اتهام مدير منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماني نفتالي بالتحرش جنسيا بإحدى العاملات بمنزل رئيس الوزراء، وأضاف أن الموظفة بمنزل نتنياهو اتهمت نفتالي بعد القيام بتصويره وهو يقوم بأعمال مخلة بالآداب العامة أنه كان يستدرجها في حجرة قريبة من حجرة رئيس الوزراء بحجة ترتيبها لاستقباله ضيوفا رفيع المستوى.